أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. نحييكم من هنا من أرضية ميدان الشحانية، نحييكم في هذه الليلة إحدى ليالي مهرجان المؤسس، هذا المهرجان السنوي الكبير، هذا المهرجان المثير، هذا المهرجان الجماهيري الذي يشهد إقبال جماهيري غفير. الليلة ليلة اللقايا والموعد مع الرموز الذهبية لهذا السن، حيث سنشهد إقامة 6 أشواط ذهبية، 3 منها من الرموز الشلفة الذهبية و3 تحمل الخنجر الذهبي. نتمنى التوفيق والناموس للجميع. برنامجنا لهذا المساء هو عبارة عن إقامة 10 أشواط، هذا هو أولها، هذا هو شوط الشلفة الذهبية، الشوط الأول الرئيسي المفتوح للقاية البكار لهجني أصحاب السمو والسعادة الشيوخ. بانتظار انطلاقة هذا الشوط الرئيسي بمشاركة 16 بكرة حاضرة ومتواجدة في هذا الشوط، هجن الغرافة تتواجد، هجن أم الزبار، هجن المرقاب، هجن الشحانية، ونتمنى التوفيق والناموس لكل هذه الشعارات الحاضرة المتواجدة مع مختلف مضمرينها في ليلة تاريخية، ليلة شحانية. وهكذا مشاهدينا الأعزاء ينطلق شوط الشلفة الذهبية، شوط مفتوح لسن اللقاية. انطلق هذا الشوط وانطلقت معه آمال وتطلعات وطموحات المضمرين. نتمنى التوفيق للجميع. بسم الله وعلى بركة الله، بسم الله نبدأ وعليه نتوكل، ومنه سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والسداد والنجاح. هذه الليلة التاريخية للفائزين، وكذلك للهجن الفائزة التي ستدخل التاريخ من أوسع أبوابه مع بوابة مهرجان المؤسس، هذا المهرجان العملاق على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، يعتبر من أكبر المهرجانات التي تحتضن الهجن وملاكها من دول الخليج. نتجه مشاهدين الأعزاء لنتعرف على المراكز المتقدمة الأولى في شوط الشلفة الذهبية. هذا الشوط الذي تهتز منه الأبدان، مقدمة الشوط ومن تحتل المركز الأول وتسيطر على المقدمة. تنطلق في هذه اللحظات بروق لهجن الشحانية، يتابعها الذهبي، ليلة ذهبية يا الذهبي. سالم بن فران يتابع بروق على المركز الأول على صدارة الشوط. ننتقل إلى المركز الثاني، وصلة سهيلة لهجن المرقاب، يتابعها سعود بالوحوش الوهيبي. دور المركز الثالث، يصل الشعار الغرفاوي مع أمواج هجن الغرافة، يتابعها المدهش سالم بن عامر المدهوشي. المركز الرابع، وصلة هجن أم الزبار مع المركز الرابع النوف هجن أم الزبار مع عبد الله بن سلام الهاجري. المركز الخامس، تصل الواصلة لهجن الغرافة مع سالم بن عامر المدهوشي، من يبحث الليلة بعد أن فاز مع أجيال في الشوط المفتوح في سن الحقائق، هل يتكرر السيناريو؟ يا المدهش يا هجن الغرافة، أم تكن هجن الشحانية وهجن المرقاب حاضرات الليلة وهجن يوم الزبار؟ من دخلت ومن تدخل على خط المنافسة بكل قوة؟ العودة إلى مقدمة الشوط، شحانية صدارة، شحانية وغرفاوية، وهجن يوم الزبار أيضا تنضم إلى الزحمة، تنضم إلى خضم التنافس. العودة إلى بروق، الذهبي حاضر الليلة، الذهبي الليلة شمر عن سواعده الليلة عندما رأى الذهب في أشواط الذهب. بروق مع المركز الأول مع صدارة الشوط هجن الشحانية. المركز الثاني، وصلت مبثوثة اللي بثت الشوط بث من خلال انطلاقتها في المركز الثاني. المركز الثالث، وصلت الواصلة لهجن الغرافة، تخطيط وتكتيك بين المضمرين، أيضا خطط تدرس وتعلم للأجيال القادمة. الله يا سلام، نشوف هذا الضغط على مقدمة الشوط على الصدارة. ما زالت بروق على المركز الأول تسيطر على المقدمة، تجر شوط الشلفة، جرت الشلفة بروق يا بن فاران. سالم بن فاران المضمر الذهبي يتابع بروق في هذه الانطلاقة القوية في هذا المساء. شوط
شوط الشلفة المفتوح شحاني حتى هذه اللحظات. المركز الثاني تنطلق مبثوثة لهجن الشحانية بقيادة المشاغب محمد بن خالد العطية. المركز الثالث تصل الواصلة لهجن الغرافة مع المضمر سالم بن عامر المدهوشي. المركز الرابع ومن تتقدم أيضا هجن الغرافة تصل مع أمواج لهجن الغرافة بقيادة المدهش بقيادة مضمر أجيال من خطف الشوط المفتوح في سن الحقائق مع أجيال وافتتح رموز مهرجان المؤسس في ذلك اليوم. الله يا سلام مع أجيال. بينما المركز الرابع يصل شعار هجن المرقاب ولكن دخول عليه وتقدم من قبل مهمة لهجن الشحانية مع المضمر الذهبي سالم بن فاران يقدم مهمة على المركز الخامس. اقتربنا من الشلفة يا مضمرين. بروق المرشحة ما زالت على المقدمة، ما زالت تنأى بنفسها عن الضغط. ما تحب الزحمة بروق أبدا، ما تحب الزحمة يا جماهيرنا الأعزاء. روحت قدام والكاميرا تبرالها، شافت الشلفة بروق تقترب من الشلفة بعد هذه الضغوط التي واجهتها مع الانطلاق، إلا أنها ما زالت تصر على المركز الأول وعلى انتزاع الشلفة 1500 متر. وبروق تقترب من الشلفة الذهبية في هذا المساء، شلفة اللقاية. الله يا سلام، زينة الأمور يا الذهبي، زينة الأمور مع بروق. ما شاء الله تبارك الله، هذه بروق من فرد انفرادة كلية عن بقية المنافسين بالمركز الأول بالشلفة الذهبية. سجل يا تاريخ اسم بروق في هذه الليلة بحروف من ذهب. هذه بروق مع المركز الأول مع صدارة الشوط، يتابعها الذهبي أحد الخبراء أحد العمالقة سالم بن فاران يقدم لنا بروق مع المركز الأول. بروق تفتتح الألف ومئتين متر، حكم أعصابك يا الذهبي. الشلفة يا سالم يا بن فاران تقترب منها بروق، ونحن أيضا نقترب من 800 متر الأخيرة. أرى هجن الغرافة قادمة مع المركز الثاني ومع المركز الثالث وأيضا هجن الشحانية، وصلوا هالطلايب. ولكن بروق تفتتح الكيلو متر الأخير، المركز الثاني في هذه اللحظات. ومن تصل وتتقدم تصل مصفوفة لهجن الشحانية مع محمد بن خالد العطية، وتصل أيضا العنود لهجن الغرافة، وصلت العنود. ولكن بروق 800 متر ما زالت العصا في الابطان يا بن فاران. اللحظات الحاسمة، الغرافة تهاجم والشحانية تهاجم، ولكن بروق وصلت العنود. هجن الغرافة بعد أن فازت أجيال تعود مع العنود. غرفاوي ولا شحاني أيضا وصلت. الوذنة يصل الشبل، يا سلام يا الوذنة. العنود شحاني غرفاوي هجن الشحانية. الوذنة تنتزع الشلفة الذهبية. الشوط المفتوح راح مع الوذنة. سجل يا تاريخ الوذنة شوطنا المفتوح. الشلفة الذهبية شحانية مع الوذنة. يا سلام يا الشبل. أشكرك يا الشبل. جابر بن سالم بن فاران يقدم الوذنة. الشلفة مع الوذنة. الوذنة تهانينا والناموس لمؤسسة هجن الشحانية وللشبل جابر بن سالم بن فاران. المركز الثاني العنود لهجن الغرافة. المركز الثالث مصفوفة لهجن الشحانية مع محمد بن خالد العطية. المركز الرابع مهمة لهجن الشحانية مع سالم بن فاران. المركز الخامس بروق لهجن الشحانية مع سالم بن فاران. تهانينا والناموس لهجن الشحانية على فوز الوذنة بالشلفة الذهبية للقاية. هذا الشوط المفتوح قدمت عرض تشكر عليه. تهانينا والناموس، وينجح الشبل في التخطيط والتكتيك لانتزاع الشلفة الذهبية في هذا المساء ليهديها لمحبين الشعار الأدعم
للجماهير العنابية لمحبين هجن الشحانية، تهانينا والناموس على هذا الفوز المستحق، الشلفة الذهبية، أقوى أشواط اللقاية في هذا المساء، أول رموز اللقاية في مهرجان المؤسس تسجل باسم الوذنة. هذا هو ملخص هذا الشوط. هذه الوذنة أتت في الوقت المناسب لتنتزع هذه الشلفة الذهبية، متوجة كبطلة من أبطال المساء ومن أبطال هجن الشحانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز المستحق، وتوقيت مميز يسجل مع الوذنة في هذا المساء، 7:18، 59 جزء من الثانية، توقيت ممتاز. تهانينا والناموس لهجن الشحانية على انتزاع الشلفة الذهبية. التهاني للمضمر جابر بن سالم بن فاران، تهانينا الشبل. المركز الثاني العنود قدمت عرض تشكر عليه، 7 دقائق هو توقيتها، 21 ثانية، 10 أجزاء من الثانية. تهاني والناموس لهجن الغرافة، وتهانينا لسالم بن عامر المدهوشي المدهش، تهانينا المدهش. المركز الثالث مصفوفة قطعت المسافة في 7 دقائق 25 ثانية، جزء 1 من الثانية. تهاني لهجن الشحانية، وتهاني